على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم تلك الفتنة، وأعظم تلك المصيبة، ليس كمثلها مصيبة أصابت البشرية. لم يفقد الفاقدون مثل محمد، وليس كمثله إلى القيامة يفقدوا. والله لن يفقد أحد أعز منه صلى الله عليه وسلم، ولن يكون هنالك مصيبة ولا رزية كتلك المصيبة والرزية. فقدوه صلى الله عليه وسلم، وافتقدناه وفقدناه. وقبل موته صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا مني السلام، بلغوا مني السلام كل من آمن بي ولم يراني، بلغوا مني السلام كل من آمن بي ولم يراني. وعليك السلام يا رسول الله، وعليك السلام يا صفي الله، وعليك السلام يا خليل الله، وعليك السلام ورحمة الله. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة آخر نظرة في صلاة الفجر، كشف الستر، تعامل على نفسه فقد كان لا يطيق الحركة، لكن أراد أن يودع أصحابه بنظرة أخيرة، فكشف الستر صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يصلون الفجر، فإذا به يتبسم صلى الله عليه وسلم، فقد رأى ثمرة حياته، فقد رأى ثمرة ما كان بذل صلى الله عليه وسلم. رأى الصحابة مصطفين في الصفوف، ورأى عمر بن الخطاب يبكي خشية من الله سبحانه، ورأى خالد الذي سيفتح ربع الأرض على يديه رضي الله عنه، رأى ثمرة ما كان يصنع صلى الله عليه وسلم، فتبسم تبسما خليلا ضعيفا لا يستطيع أن يتبسم أكثر. هل يا ترى إن نظر إلينا، هل يا ترى إن عاد صلى الله عليه وسلم ورأى أحوالنا، هل سيتبسم؟ هل سيضحك صلى الله عليه وسلم أم سيغضب؟ كيف هو حالنا؟ هل يسره صلى الله عليه وسلم أم يغضبه صلى الله عليه وسلم؟ كيف هو حالنا وكيف هو اتباعنا لهدي؟ كيف هو ظاهرنا؟ كيف هو باطننا؟ كيف هو سمتنا؟ كيف اتباعنا له صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكون حاله إن نظر إلينا في صلاة الفجر؟ كيف سيكون؟ هل سيفرح؟ أم سيتقطع قلبه حزناً وألماً على حال أمته، وعلى حال ما فعلنا، وعلى حال ما بدلنا بعده صلى الله عليه وسلم؟ هل سيسرنا إن لقيناه على الحوض؟ هل اتبعنا سنته كي تسرنا لقياه على الحوض؟ الله أكبر. أين اتباعنا؟ أين سمتنا الظاهر؟ أين سمتنا الباطن؟ أين حفاظنا على دينه؟ أين دفاعنا عن دينه؟ أين تضحياتنا لهذا الدين الذي ضحى بعمره صلى الله عليه وسلم من أجله، وضحى بماله وولده وكل ما يملك صلى الله عليه وسلم؟ أقول ما تسمعون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الناس، وبعد يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعلمون ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أبتره؟ أتعلمون ما السبب الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأجد أثر الشاة المسمومة التي أكلتها في أحد. إنهم اليهود، إنهم اليهود لعنهم الله،
إنهم عباد العجل، إنهم القردة الخنازير، من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. حاكوا له صلى الله عليه وسلم مؤامرة خبيثة في غزوة خيبر، فدسوا له السم في الشاه، دسوا له فيما كان يحب صلى الله عليه وسلم في الشاه، فأكل منها، فإذا به حين موته يقول: والله إني لأجد أثر الشاة المسمومة التي أكلت في خيبر. لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، قد قتلوا نبينا، ونرى أقواماً اليوم يتبعونهم في كل ما يرون، يتبعونهم في كل ما يسمعون منهم، يخالفون دينهم ويتبعون دين اليهود والنصارى، يتبعونهم بهديهم ظاهرهم وباطنهم، يتبعونهم ويقولون تحضر، يقولون على الإسلام تخلف، ويقولون على الدين الآخر، ويقولون على اليهود والنصارى تقدم، يتبعونهم بقصات شعرهم، يتبعونهم بظاهرهم، يتبعونهم بزيهم. لم يبقوا شيء إلا واتبعوهم به، لم يبقى إلا نطقهم بالشهادة التي لم يتبعوهم بها. ونسمع اليوم أناسا يقولون أن اليهود والنصارى ليسوا كفار، نسمع اليوم أناسا قد نسوا عداوتهم لنا، نسوا العداوة التي بيننا، فأصبحوا يتبعونهم في كل شيء، أصبحوا يرونهم ويودونهم على المسلمين، ويقدمون كلامهم على الإسلام، ويقدمون كلامهم على كل فضيلة، وإن رأوا منهم الرذيلة يقولون: نرى من الغرب إسلاماً بدون مسلمين. أي إسلام نراه؟ أنرى نساء خالعات كاشفات عن كل مفاتنهن ونقول نرى إسلام؟ أي إسلام نرى؟ والله لا نرى إلا دياثة من رجالهم، ونرى خلاعة من نسائهم، ونرى كل رذيلة منتشرة منهم، وتقولون أن هنالك إسلاما منهم؟ أي إسلام؟ بل نحن الذين ضيعنا الإسلام، نحن الذين ضيعنا ما أنعم الله به علينا. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله أن تسلب منكم تلك النعمة، اتقوا الله قبل أن تفوت الأوان، اتقوا الله وحافظوا على دينكم، استمسكوا بدينكم. ربوا لنا أجيال كخالد وخالد وعمير وعمر بن الخطاب، أصبح الأجيال اليوم لا يعرفون شيئا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون كل فاجر وكل فاسق، يعرفون كل مغني، ويعرفون كل ما له وعليه، يعرفون كم له ولد ولا يعرفون كم من الأولاد له صلى الله عليه وسلم، يعرفون كم سنه، يعرفون متى ولد، ولا يعلم المسلمين متى ولد صلى الله عليه وسلم. فقد رأينا في الأسبوع الماضي احتفالات بموته صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه ولادته صلى الله عليه وسلم. لا يعلم أهل التاريخ ولا أهل السير يوم ولادته، بل يعلمون والله يوم موته صلى الله عليه وسلم، وهو يوم 12 من ربيع الأول الذي كنتم تحتفلون به، وكنتم تأكلون حلاوة المولد لأجله. ضحك عليكم اليهود والنصارى فجعلوكم تحتفلون بموته، زعما منكم أنكم تحتفلون بمولده. لم يعلم الناس عن نبيهم إلا حلاوة المولد، ويا ليتهم ما علموها، ويا ليتهم ما عرفوها. نرى بدعا وضلالات انتشرت لا نعلم من أين أصلها ولا فصلها، لا نعلم إلا أناسا متبعين لأشياء وهم ماشون على مقلدون تقليدا أعمى، لا يعلمون ما يفعلون. يحتفلون بموته، كيف لكم تحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم؟ كيف لكم أن تحتفلوا بأعظم رزية وأعظم مصيبة؟ كيف وتأكلون الحلاوة زعما أنكم تحتفلون بموت ولادته؟ فتحتفلون بموته. إياكم يا مسلمين، إياكم أن تضيعوا هذا الدين، إياكم أن تسلب منكم هذه النعمة. والله العظيم، أقسم بالله العظيم أن الله عز وجل غني عنا،
غني عن هذه الأمة التي لا أصبحت تحتفل بموت رسولها، تحتفل بموت خليل الله. إياكم أن يستبدلكم الله عز وجل بأقوام، إياكم. خالفوا اليهود، لا تجعلوا اليهود يضحكون عليكم في كل يوم، لا تجعلوا اليهود يحيكون لكم المؤامرات وأنتم لا تشعرون. استشعروا، اعلموا دينكم يا أخي. رب لنا أجيال، والله أصبحنا نرى الأجيال تتقطع قلوبنا عليهم، اقسم بالله العظيم تتقطع قلوبنا على هذه الأجيال التي لا يعرفون شيء، لا يعرفون شيئا عن دينهم. ماذا يعرفون؟ يعرفون محمد صلاح، ويعرفون محمد مش عارف مين، كل زان وفاجر يعرفونه، وكل لاعب كرة يعرفونه، لكن لا يعلمون عن نبينا شيء، لا يعلمون عن صحابته صلى الله عليه وسلم شيء. إلى متى هذه الغفلة؟ متى الإفاقة؟ متى الإفاقة؟ احذروا أن تستبدلوا، بالله عليكم أفيقوا، بالله عليكم رب لنا أجيال، بالله عليكم أدخلوا أولادكم حفظ القرآن. وكل يعني أصبحنا نرى اليوم الأطفال لا يهتمون بالصلاة وينكرونها، أصبحنا نرى شبابا يدخلون في الإلحاد أفواجا بعد أن كنا ندخل الناس في الإسلام أفواجا، أصبح الشباب يدخلون في الإلحاد أفواجا لأنهم لا يعلمون شيئا عن إسلامهم، لا يعلمون شيئا عن الله سبحانه وتعالى. كيف لهم أن يتمسكوا بالإسلام وهم لا يعلمون عنه شيء؟ كيف؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اخرجنا من بينهم سالمين غانمين، اللهم تولى أمرنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا رب العالمين، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى حكامنا، اللهم ردهم إليك، اللهم ردهم إليك، اللهم ولي لهم البطانة الصالحة، اللهم ولي لهم البطانة الصالحة، اللهم قد أبعدونا عن الدين، اللهم قد أبعدونا عن الدين بجهلهم يا رب العالمين، اللهم ردهم للدين يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم علمنا إسلامنا، اللهم أنشئ لنا أجيالا يحملون هم الإسلام، اللهم أنشئ لنا أجيالا يحملون هم الإسلام يا رب العالمين، اللهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.